وقت بكون محتارة وماني عارفانة شو بدي أطبخ أو عندي ضيوف على الغداء، أنا مباشرة بعمل الوصفة الأحب على قلبي والأسهل، صينية الدجاج بالفرن. وما في حدا جربها إلا عجبته وطلب طريقتها، واليوم رح أدملكن إياها بأشهى وأطيب وصفة لصواني الدجاج بالفرن. ويلا نعمل التتبيلة. 3 معالق كبار لبن زبادي ومعلقة كبيرة من الثوم، نصف كوب من زيت الزيتون وعصير ليمونتين كبار، وهي البهارات اللي ذكرت لكم اياها على الشاشة، بالإضافة لمعلقة كبيرة من دبس الفليفلة ومعلقة كبيرة من دبس البندورة، كوب ونصف مي كبار، وبنخلطهم لحتى يصيروا عندي بهالشكل. عندي الدجاج بعد ما غسلته وقطعته، هون عم فرجيكم انه انا بفتح الصدر من الطرف مشان ما يطلع ناشف، هيك بغيب تتبيلة وبيطلع طعمه كتير طيب وطري. تركت الدجاج منقوع بالخلطة ليلة كاملة، كل ما نقعناه بيطلع اطيب. تاني نهار منضيف حبات البطاطا وشوي صغيرة من زيت الزيتون على الوجه، منغلفه كتير منيح بورق الزبدة والقصدير، وعلى فرن ساخن درجة حرارة 200، بياخد تقريبا ساعة ونص لحتى يستوي، بعدين بحمر الوجه وبيطلع عندي بهذا الشكل اللي بيشهي. شوفوا هالمنظر، كيف الصدر كمان دايب دوبان والدجاج متغرق وشبعان نكهات طعمته، ولا أطيب من هيك. إذا جربتوا هالوصفة رح تدمنوا عليها إدمان.